هو بويري مصطفى بطل افريقيا وبطل المغرب بطولة العرب. اجازات راه اجازات بزاف راه شلا ما نعاود لك، راه هما عارفين داكشي. شلا ما نعاود لك اختي. ايوا وقع ليا مرض ضربني الطانسيون وانا نوقف، هادشي اللي كاين. وانا نوقف على العمل ديالي، وقفت على التدريب على الانتريمون اللي كنت كندير. جاني على غفله، حيت هو كيجي على غفله، جاني على غفله هو يضربني. شل لي يدي بقيت ورجلي كنهرج به، ومشيت للسبيطار ديال بوسكوره وطلبوا لي 5 مليون ونعس فيه شهر ديال الترويض والهضره باش نرجعها. دابا شويه دابا المدربين سيو اللعابه اللي كانوا معايا وسي المدربين واحد الحكم مولي عاونوني والباترون ديالي اللي كنت خدام معاه. المؤسسه ديال محمد السادس عاوناتني في عطاتني لاسورانس ديال هاد الاكسيد اللي وقعت ليا. من تماك ما عقلوش عليا. الان دابا يقول لي انا ندفع جا هاد الكوفيد هذا ما عقلوش عليا. الجامعه الملكيه ما دارت معايا والو. هادشي اللي كنطلب من الجامعه تعاوني. راه كتشوفوا الحاله، يشوفوا من حالي، كنتمنى يشوفوا من حالي ويديروا مجهود ويعاونوني. راه مابقاش من حالي، هادشي اللي كاين. كيعيشوا عايشه مع عباد الله. هذا كيعطيني 50 درهم، هذا 50 فرانك، هذا هادشي باش عايش. ما عندي لا والدي لا والو. هانتوما كتشوفوا الحاله، هادشي باش عايش. لا ما خدام، كانت خدام ولكن دابا مبقيتش خدام. كانت خدام في الحوت الجديده ولكن مبقيتش خدام. بقى ليا كسيدو دابا، الا زدت شويه كنطيح، كتشتني الطياره. قالت لا رياضه لو الشباب غادي يضيع، كاينه لا رياضه لو كاين الله هو اللي كاين. راه العداد مني، انت كتشوفي الحال فينا هم. راه العداد مني ماشي في رياضه المصارعه، اي رياضه فيها المشاكل فين ما مشيتي. اي رياضه عاب المغرب كوكس انا شامبيون دافريك اش كيقول لها في السعوديه ولا في امارات ولا كره انا لاباس عليا واش. ولكن هنايا ما داروا معايا والو. انا كنت كنضرب على الدرابو ديال المغرب، بقيت كنضرب عليه تاجبتها. وهادشي اللي ما داروا معايا والو، هادشي اللي كاين. اخر حاجه كنطلب من الجامعه تساندني وتعاونني. الله ينصر سيدنا والله يرحم والدينا على هادشي. لا تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.